غير يعني حصل له كده وقدر يخرج. بس انا ما اقدرش اقول انا بختار من دلوقتي انه لو حصل لي موقف انا هخرج منه. اصل في حاجات كتيره جدا يا هاله ممكن تحصل، يعني انا ممكن افقد صحتي زي ما رانيا كانت بتقول، ممكن ان انا يحصل لي حادثه، ممكن فانت عايزين يبقى يحصل لي اعاقه. عايزه يبقى جوايا ايه من دلوقتي؟ انا بتكلم على التخيل، ما انا ما اقدرش مش محتاجه اتخيل، مش محتاجه تتخيلي. ما اقدرش اتخيل ايه ممكن اتاري تكون ربنا يعني ساعدها. الحاجه الوحيده اللي بتخيلها ان او الـ الـ الواقع اللي انا فيه اللي هو ازاي ان ربنا مديني كل الحاجات دي. انا كل اللي اقدر احط زائد على اللي انت بتقوليه انه مش ممكن حد يكون يعدي في اي ظروف صعبه في حياته تخليه يحس ان هو وصل لغايه الموت وهو عايش مفتح عينيه، غير انه يكون في حد اكبر من مشكلته دي جنبه. انا بحس ان انا لو حصل لي حاجه زي دي ان انا ممكن اختار حاجه من حاجتين، والحاجتين ليهم نفس الاسم. انا بالنسبه لي هو الاستسلام. كويس، انا بقرر ان انا استسلم. انا بستسلم لايه؟ انا بستسلم للموقف، بستسلم للمراره لان انا عيشتي كلها اتهدت، ولا بختار ان انا استسلم، باخد الموقف الصعب ده وانا بالموقف واروح بستسلم عند ربنا، اقول له الموقف ده صعب عليا، انا مش عارفه اعمل ايه، ساعدني يعني. وده انا بحس انه ده نوع الاستسلام اللي ممكن فعلا يطلعني من المشكله دي. تاني هو ده الحل الوحيد عشان ما تقلناش احنا جوانا كده قدره انه احنا نواجه الحاجات دي لوحدنا. بس ده صعب جدا اللي انا بقوله ده، يعني عارفه انه صعب. بس يا رندا بتحسي ان انت مش شايله التجربه ديت على لوحدي؟ كتافك لوحدك، تحسي ان انت في حد شايلك انت بالتجربه بتاعتك، حطك فوق ايده، وفي حد عنده استعداد يساعدك، في حد عنده استعداد يمدك بكل المعونه اللي انت محتاجاها، في حد عنده شايف الطريق اللي انت ممكن تخرجي منه واللي انت مش شايفاه هتمشي وراه. فده عشان كده انا بقول انه ربنا لو مش موجود في ازمه انسان، صعب قوي انه يشوف، صعب قوي انه يخرج منها، صعب قوي انه يكسر اليأس ويرجع تاني، صعب لو هو اعمى زي طه حسين، صعب صعب. اكيد كان في حاجه، اكيد كان في حاجه شايفها ورا العمى ده. انا بصدق انه كل واحد فينا جواه طاقات هائله، عمره ما بيسال خالص ايه الطاقات دي الا لما بيتواجه بحاجه فيها. زي دي. ربنا بقى بيوري له شويه شويه الطاقه دي لما بيتحط جوه الموقف، انما انت عمرك ما هتعرفي ان انت كنت تقدري تعملي كده. انا تهيالي كمان ربنا بيعمل حاجه تانية جواه، يعني مش بس ان انا بديله الحاجه وهو بيحافظ عليها، تالي هو بيقدر يغير افكاري وقلبي، فاقدر كأنا كشخص اقدر اواجه الموقف ده. مش بس يعني هو اكيد هو بيعمل حاجه جوايا، بيغير جوايا. انا اكتر حاجه بشوفها ازاي تغيير الفكر دي حاجه بتخلي الناس تعيش بتخلي الناس تموت. ازاي ممكن فكرك يتغير؟ ازاي ممكن تشوفي حاجه بطريقه تانية خالص؟ بطريقه تانية خالص. يعني هحكي لكم حاجه تضحك. اعرف حد قريبنا بيشخر بصوت عالي جدا، اما راح للدكاتره قالوا له ان انت ممكن تموت وانت نايم لانك بتتخنق، فركب له اداله جهاز كبير قوي 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 ينام بيه، وحاجه يحطها في مناخيره وحاجه، وصوت الجهاز مفزع. يعني لما دخلت الاوضه عنده حسيت انه انت في عنايه مركزه ولا بتنام بالليل يعني. بس هو كان واخدها بكل بساطه وبكل هدوء وبكل سعاده، واعتقد ان هو كان حتى هو مسافر ركبوه درجه اولى عشان عنده المشكله دي هي. اعتقد المشكله دي لو كانت عند اي حد تاني كان ممكن يحس ان هو بيموت وانه خلاص وبينام بجهاز وانه حياته انتهت، وازاي هينام كده. طريقه بتاعت تفكير الانسان بتختلف، بتساعد الانسان انه يخرج بكتير. يعني بيحتاج في حاجه، كان في حاجه بتدفعه. اعرف واحده راحت لدكتور فقال لها انت عندك سرطان، قالت له افرض عندي سرطان تقولي كده في وشي؟ ممكن تجيب لي كتاب. مجرد من كتر ما هي انسانة ايجابية يعني حست انه افرض عندي. يعني هي ما عندهاش، طلع ما عندهاش، بس اعتقد انه لو ناس نفسياتهم ضعيفة، لو انا التفكير بتاعي دايما بيميل ان انا اكون احس انه هيحصل ايه وهو هيجرى لي ايه، وممكن يعني التخيل بتاعي يكون سريع لليأس، يميل للبؤس والفشل، سهل قوي انه اي حاجة تعمل لك، يعني اي حاجة تصيبك يعني. بس اي حدث دي كمان معتمدة على الشخصيات، يعني في شخصية
زي اللي انت بتحكي عنها، وفي شخصية لا مش إيجابية، مش إيجابية، فدي اللي هي مش يعني الشخصية اللي هي متفائلة أو باصه للحياة بتفاؤل وبتاخد الأمور ببساطة، ممكن ده يكون رد فعلها. ما بتبقاش تفاؤل قد ما هي من كتر ما انت قربتي من الموت بتحس يعني ان كل إيه؟ حاجة تانية صغيرة، يعني فيش ايه اللي ممكن يحصل لي اكتر من كده. لا بس برضو في شخصية لما هي هو ده اللي بيطلق عليها سوداوية، لا يعني في شخصية حاجة صغيرة تحصل في حياتها تلاقيها تتنطط وتتعيد وموقف، وفي شخصية تبص بيها ببساطة وموقف يعدي، فده يعني ممكن يعني الرد الفعل البسيط ده لحاجة بسيطة، ممكن لما يكبر لحاجة أكبر برضو الرد الفعل هيبقى مساوي للحاجة الصغيرة. بس تفتكريش ان الظروف برضو المحيطة بالواحد ده ممكن انها تخليه يتغير خالص من شخصية سوداوية لشخصية متفائلة؟ اعتقد يعني مثلا ليه واحدة ست لبنانية طول عمرها بتتنقل من بيت لبيت عشان قنابل هدمت البيت بتاعها، فراحت من بيت لبيت، جت هنا هو مصر، اقامت هنا هو واتجوزت واحد مصري، بيتها كله اتملى مية بعد ما كانت جددته وغرق وكل حاجة باظت فيه. فاول حاجة سألتها انتوا كويسين؟ مفيش اي حد حصل له حاجه، لانها كانت مسافره ساعتها، فقالوا لها اه الحمد لله. فخلاص انتوا متضايقين ايه؟ خلاص هو ديتها بيت يعني هنعمل البيت تاني وخلاص. فقصدي الظروف حتى لو هي كانت هي شخصيه متشائمه، الظروف حطتها في حاجه طلعتها من ال خليتها تحس انه ايه اكتر من ان انا بيتي يحصل له كده. انا بشوف ما هو ده اللي انا بتكلم عليه من الاول، انه ربنا لما بيدخل في حياه انسان ما هو بيغيره، يعني ايه اللي يخليني اقف قدام صدمه ايجابيه؟ يعني واحده انا بفقد نظري، ايه اللي يخليني ايه الايجابي اللي في المنظر ده؟ علشان كده غير انه ربنا يساعدني ويديني. عشان كده انا حاسه انه قوه التفكير الايجابي اللي انتوا بتتكلموا عليها دي دلوقتي، انه لازم لا ربنا هو اللي هيديني قوه التفكير الايجابي، مش هينفع خالص انه قوه التفكير الايجابي دي تكون من عندي، لازم تكون عشان تكون ايجابيه لازم تكون من عنده، لازم يكون هو في الصوره في المشكله اللي انا فيها. Thank you.